صحة وسعادة. صباح الخير، صباح النور على أجمل وأحلى مستمعين. صبحكم الله صباح الخير على الإمارات، على أغلى وطن، عليكم يا أغلى مستمعين وأعز مستمعين. أهلا فيكم، مرحبا فيكم في هالحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، اللي تقدمها لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا اليوم في هالصباح الجميل، طبعا اليوم عندنا طاقم متكامل معانا في الاستوديو، وبتكون معانا عزيزتنا وزميلتنا. تعرفين عن نفسك زميلتنا اليوم؟ أكيد دكتورة سارة الدلال، بكون معاكم مع الدكتورة سارة اليوم خلال هذه الساعة. محدثتكم آمنة العلي. هلا بعزيزتنا آمنة العلي. وطبعا عندنا اليوم طاقم متكامل من الإعداد في هيئة الصحة في دبي، من الإخراج طبعا عندنا المخرج المبدع اللي معانا في الاستوديو، المخرج المبدع وائل قواسمة. فنحن نشكركم جزيل الشكر انكم معانا في هذا الصباح الجميل. اتمنى الجميع يتواصلون معانا على ارقام التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام بتكون معنا فقرات ممتعة ومفيدة، بنتكلم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم عندنا فقرة مهمة بنتكلم فيها عن تغذية الأطفال الرياضيين والصيف، وفقرتنا الأخيرة لليوم والفقرة الأساسية في برنامج صحة وسعادة بتكون عن قيمة وأهمية التبرع بالدم. جميل أستاذة آمنة، في اليوم يوم حافل وبتكون عندنا أخبار متعددة، واليوم العالم كله يحتفل بالتبرع بالدم وبأهميته، فعشان كذي أتمنى الجميع يكون عندهم أو يكونون معانا ويخبرونا حتى لو على الرسائل النصية عن تجاربهم في التبرع بالدم. بس بناخذ أول خبر عالمي اليوم، وشو تتوقعين بيكون الأستاذة آمنة معانا اليوم؟ الخبر المحلي أو العالمي بيكون عن شو بالضبط؟ مثل ما تعرفين دكتورة أخبارنا دائما متنوعة ومختلفة، اليوم خبرنا حق الناس اللي يسون على التلفزيون فترات طويلة. فبتخبرينا الخبر دكتورة؟ وطبعا على التلفزيون، او حتى الحين قامت قمنا نحن مش بس نقعد على التلفزيون، على شاشات الهاتف مثلا او التابلتس او الى اخره، الجلوس بشكل عام لفترات طويله. فخلنا نشوف الخبر شو يتناول او شو يتحدث عنه. هو ما مقدار الجلوس امام التلفاز وشو ارتباطه بمخاطر امراض القلب لا سمح الله؟ بينما يمكن أن يمثل الجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفاز الراحة المطلقة بعد يوم طويل، يحذر بحث جديد من أن الجلوس مطولا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. ويصف مرض القلب التاجي حالة يتم فيها انسداد أو انقطاع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية. وبغض النظر عن التركيب الجيني الخاص بك، فإن المشاهدة وبكثرة للتلفاز يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بهذه الحالة. واقترحت الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج وجامعة هونغ كونغ أن الكثير من وقت التلفاز يمكن أن يضر بالقلب. ووجد الباحثون أيضا أنه إذا شاهد الناس أقل من ساعة واحدة يومياً فيمكن منع 11% من حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية. ونظراً لكونها السبب الرئيسي للوفاة، يمكن أن يجعلك مرض القلب التاجي أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية. وأيضاً أوضحت الدراسة أن الجلوس لفترات طويلة من الوقت بدلاً من النشاط البدني يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهذا المضر.
مرض، ولفحص الرابط بين الوقت الذي تقضيه في السلوكيات المستندة إلى الجلوس مثل استخدام التلفزيون أو الكمبيوتر. نظر الباحثون في الحمض النووي للفرد وخطر الإصابة بأمراض القلب، وقاموا بفحص البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي دراسة أجريت على أكثر من 500,000 شخص تمت متابعتهم لمدة 12 عاما تقريبا. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون لأكثر من 4 ساعات يوميا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وأولئك الذين شاهدوا التلفاز لمدة 2 إلى 3 ساعات في اليوم لديهم معدل أقل بنسبة 6% من الإصابة بهذه الحالة. وأن الأشخاص الذين شاهدوا التلفاز لمدة أقل من ساعة يوميا لديهم معدل أقل بنسبة 16%. فخبرنا اليوم الأخت آمنة كان عن الجلوس على أو الجلوس لفترات مطولة لمشاهدة ومتابعة البرامج، سواء كانت على التلفاز أو حتى على الشاشات الإلكترونية المختلفة. فالأخت آمنة يعني ما أدري أنا جتنا فترة أو كان في الحديث، أو خاصة لما خلنا نقول من قبل سنة أو إلى آخره، لما الناس كانوا ملمومين خلنا نقول في البيت أكثر بسبب الأوضاع اللي كانت موجودة، فشفنا الناس يتجهون انهم يشترون التريدميلز او اجهزه المشي ويخلونها مقابله لشاشات التلفاز. والله بعد فكره الصراحه ما يدني هالفكره. فيعني لو عندكم مكان صارت هاي اجهزه المشي او اجهزه الرياضه بشكل عام، صارت اكسسبل، صارت سهله، صارت صغيره، صار لها احجام. نعم. شفت حجم يتسكر وفي احجام تنخش، وفي يعني مو بشرط انه يكون حجمه كبير عشان يكون الكواليتي او جودته عاليه، ولكن نعم. حتى في احجام خفيفه وبماركات معروفه رياضيا، وبالعكس يعني فكره حلوه الصراحه حق اللي يتابعون مسلسلات طويله وفترات طويله. فالخبر اليوم دكتوره يعني يقول حق الناس ان هاي دراسه طبعا 12 سنه قاموا بها، مو يعني في يوم وليله طلعت نتائجها. فيقولون ان تاثير الجلوس لفترات طويله على القلب اكيد تاثيرها بيكون خطير. نعم. ونحن احيانا مع المسلسلات ومع الحين ما شاء الله حلقه ورا حلقه حلقه ورا حلقه الواحد ما يحس بعمره، فدائما ننصح انفسنا وننصح المستمعين ان نحاول الاعتدال كثر ما نقدر، او تسوون مثل ما قالت الدكتوره ساره، تجيبوا لكم جهاز وتمشون عليه وانتم جابلين التلفزيون. يعني هي او مثلا يعني من بين نفس ما قالت الدراسه نفسها، في كل خلنا نقول ساعه لو شوي نقوم نتحرك من مكاننا، بس هذا مو معناته نروح المطبخ ونجيب لنا شيء ولا نجيب لنا هذا. فيعني الدكتوره الساعات الذكيه الحين الساعه نعم. روحها تقول لك نشي اوكي ستاند اب، تعطيك النوتيفيكيشنز او الانذارات على التليفون بريذ او خلنا، هي كلها عن النمط الحياه الصحي. فاذا احنا على قولتهم زياده الحركه بركه. ناخذ الحين اهم فقره اليوم، من اهم الفقرات اليوم وسائل التواصل الاجتماعي. تكلمنا عن التلفاز، الحين بنشوف مع الزميله اسماء الجناحي رئيس قسم الاعلام الصحي في هيئه الصحه في دبي، شو بتخبرنا باخر مستجدات الوسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير استاذه اسماء. صباحك والله بالنور والسرور عليك وعلى كل مستمعي اذاعه نور دبي. يا هلا فيك اسمه، خبرينا شو عندك الحين اخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. انت تكلمتوا عن نمط الحياه الصحي خلال ال 24 ساعه الماضيه، الحين كنا نتكلم عن طرق تحسين الذاكره بما ان الحين فتره امتحانات المدارس والجامعات، في بعضهم خلصوا والمدارس الخاصه بعدهم ما خلصوا، ف كنا الحين بنحط بعض المعلومات عن طرق تحسين الذاكره، وهذا حق الجميع، لان تقويه الدماغ وتقويه مثل ما نقول حتى اللايف ستايل هو شيء يعني لازم يكون مستمر، مو بان فتره خلاص انا الحين بعدل حق مده شهر وعقب برجع مثل ما كنت. فمن طرق تحسين الذاكره اللي كنا حاطينها يوم امس في قنوات التواصل الاجتماعي، واحد من يعني من الاشياء المهمه ان الواحد ياخذ قسط كافي من النوم. نحن اغلب الاشخاص يمكن اللي عنده مشاكل في النوم، اللي مثلا ما يحب ينام او ما يفضل ينام، ينامون ساعتين، حاجه الجسم 8 ساعات او 7 ساعات من مثل ما يسمون كواليتي سليبينج تايم مو موجوده. ممكن واحد ينام 15 ساعه بس ما فيها جوده. فالمهم مو بس ان احنا
نغمض عيوننا ونرقد، لكن جودة النوم أيضا مهمة. بالتأكيد. أيضا ضمن الأشياء ممارسة الألعاب المحفزة للذاكرة، وأيضا من ضمن الأشياء تناول كمية قليلة من السكر المضاف، لأن السكر المضاف أو مثل ما يسمونه الريفاين شجر وايد يأثر في مستوى الذاكرة، وأيضا في مثل ما يقول في الحالة المزاجية للشخص. أيضا الحفاظ على الوزن الصحي، تخصيص وقت للتأمل أو على الأقل الواحد يقعد شوية مع نفسه بدون ما أنه يسوي أي شيء. مثل في بعض الأشخاص ما يفضلون التأمل، يفضلون يقعدون مع نفسهم. في أشخاص عندهم شيء اسمه مي تايم يسوونه، فكل شخص عنده طريقة معينة، لكن طريقة التأمل نقصي أن الواحد ما يكون مرتبط أو يعني مخه موجود في أشياء لها علاقة بالدراسة أو بالشغل وغيرها. وأيضا من الأشياء المهمة تناول مكملات زيت السمك إذا نصح الطبيب بذلك، اللي مثل ما يسمونهم الأوميغا. فإذا الواحد عنده يتناول طعام صحي وطبق صحي متكامل يمكن ما يحتاج، لكن دائما نحن ننصح أن الأشخاص يتجهون قبل ما يأخذوا أي مكملات غذائية إلى الطبيب الأسرة ويسوون الفحوصات اللازمة قبل ما يتخذون أي قرار. تقريبا هاي كانت نصيحتنا في قناة التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة ونمط حياة سعيد. شكرا لك أسماء الجناحي، واتمنى لك دائما الصحة والسعادة. مستمعينا الكرام، بعد فقرة السوشيال ميديا بنطلع معاكم فاصل قصير، وبنرجع نتكلم عن موضوع مهم، بنحدثكم عن تغذية الأطفال الرياضيين والصيف. خلوكم معنا. صحة وسعادة. أعزائنا المستمعين، رجع لكم برنامجكم الإذاعي، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. ورجعنا لكم فقرات شيقة وفقرات بتكون فيها مواضيع مهمة جدا. بس في البداية حاب أذكركم بأرقام التواصل، ودائما يشرفنا وإن نسمع ونتفاعل معاكم. فأرقام التواصل هي 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. الأخت آمنة معانا فقرة شيقة، ممكن تخبرينا شوي شو هالفقرة الشيقة التغذوية حق اليوم؟ فقرتنا اليوم حلوة، دايما في فقرة التغذية تحسين مواضيعهم تكون مختلفة متنوعة. اليوم يبولنا موضوع جدا مهم اللي هو تغذية الأطفال الرياضيين. نعم. والصيف يعني حين استوى عنا في أطفال رياضيين، وبناخذ معانا إن شاء الله الأستاذة فاطمة الخروصي بتكلمنا أكثر، أخصائية تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي، عن هذا الموضوع. صباح الخير أستاذة فاطمة. بما ان نحن نتكلمنا عن الصيف وعن عن خلينا نقول عن نمط الحياه الصحي قبل الفاصل، خذينا يعني خذينا يمكن شويه وتحدثنا في فقرتين ان الرياضه مهمه والمشي مهم، وان الجلوس او المكوث في فتره يعني خلينا نقول فترات طويله، سواء كانت قدام التلفزيون او متابعه خلينا نقول المسلسلات، مضره للصحه. فكيف ممكن يكون شكلها مع الاطفال وخاصة مع الرياضيين، بما أن فترة الصيف شوية يعني يمكن أن نحن الجو حار شوية، فيمكن يكون عندهم بيكون ممكن يعني خاصة التغذية ممكن تختلف، أو حتى نطاق أو الرياضة اللي بيسوونها الأطفال ممكن يكون مختلف، يمكن النشاط يكون البدني يكون يمكن في يمكن بيكون في أكثر وأكبر حتى في الصيف طبعا، لأنه بيكون يعني يأخذون نشاط بدني. فأنت شو تتوقعين أستاذة آمنة، كيف بيكون مثلا النمط الصحي للأطفال الرياضيين؟ أتوقع الأطفال الرياضيين بيكونون مش أسوأ بالأطفال اللي مثلا ما يمارسون رياضة. فاللي يمارس رياضة وخاصة في فصل الصيف، المفروض أن هناك أكيد إرشادات من أخصائي التغذية حول هذا الموضوع، اللي بيكون كيف ممكن الطفل هذا الرياضي يتغذى بطريقة صحية وخاصة في فصل الصيف. فبناخذ معنا الأستاذة فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة فاطمة.
صباح النور حبيبتي. يا هلا فيك استاذه فاطمه. كنا نتكلم انا والدكتوره ساره عن موضوع تغذيه الاطفال وخاصه الاطفال الرياضيين وفي الصيف، صحيح. كيف يعني ممكن تكون تغذيه الاطفال وكيف تختلف تغذيتهم عن الاطفال الغير رياضيين او اللي ما يمارسون اي نشاط بدني؟ صحيح. هو بالنسبة للأطفال الرياضيين طبعا احنا عارفين دام رياضي معناته يستهلك طاقة، وهذه الطاقة اللي ياخذها يفضل يعني دام يستهلك طاقة لازم ياخذ طاقة تساعده على ممارسة المجهود أو النشاط البدني اللي هو بيمارسه، سواء كانت رياضة تدريبية بشكل يومي أو داخل في بطولات مثلا معينة أو أي مباريات، فيحتاج أكيد لطاقة عن طريق الأطعمة المتنوعة سواء كان شراب أو أطعمة يعني متنوعة. طيب أنا شو الهدف من ممارستها رياضة؟ عشان أكتسب المزيد من السعرات الحرارية، فأحتاج طاقة أستهلك فيها العضلات اللي أنا أحاول أقويها أو أنميها خاصة عند الأطفال، أيضا لتحسين معدلات أو زيادة التنفس عند الطفل عشان ما يصير عنده صعوبة في التنفس أو أي مشاكل في التنفس، لتحسين حتى معدلات ضربات القلب وما يدخل في مشاكل مرضية، ولتحسين حتى معدلات الحرق عند الطفل سواء كان عنده زيادة في الوزن أو مثلا طفل طبيعي يحتاج لهالأشياء للطاقة اللي يستهلكها من خلال الأطعمة من خلال نظام غذائي متوازن. أيضا لاكتساب حتى مزيد من القوة والتحمل أثناء التدريب، لأن الأطفال في النهاية قدراتهم في التدريب والتحمل أو القوة مختلفة، لهم قدرات معينة، فأنا عشان أخلي الطفل يتحمل هذا التدريب اللي ممكن يكتسبه عن طريق المدربين أو عن طريق الرياضة اللي هو داخل إنه هذا المجهود، فيحتاج غذاء صحي متوازن يتحدى طبعا اللي من قبل أخصائي التغذية. طب هل هو هذه التغذية أو هاي التغذية للطفل الرياضي عن الطفل الغير رياضي تختلف؟ ما تختلف بشكل كثير، لأن طبيعة الأطفال أصلا حركيين يحتاجون طاقة على طول مستمرة، لكن الطفل الرياضي ممكن تزيد عنده هاي الطاقة أكثر بشوي باعتماد على حسب مثلا نوع الرياضة اللي هو داخلنا، المجهود العضلي اللي يكتسبه أثناء التدريب. نعم، هذا بالنسبة للمعنى الأساسي لتغذية الأطفال بشكل عام. جميل جدا أستاذة فاطمة. فيعني الحين بما أنك ذكرتي أنه ممكن في رياضي خلينا نقول أنواع رياضة معينة يمكن لها خلينا نقول فوكس معين أو نمط غذائي يمكن يكون شوي مختلف عن النمط الغذائي الأطفال، ففي قوائم محددة مثلا من الأطعمة والأشربة لتغذية الأطفال الرياضيين، ولو تعطينا أمثلة بعد بيكون يعني بيكون هذا شيء جميل. أكيد أكيد طبعا. هي من ناحية القائمة أهم شيء لكي أي طفل رياضي تنوع في الطعام مهم جدا، لأنه مو كل الأطفال يتناولون نوع معين من الأطعمة، لازم تنوع فيه. الشيء الثاني نركز في الفيتامينات والمعادن اللي هي بالنسبة للكالسيوم والحديد بالأخص، لأن الكالسيوم ممكن الطفل يتعرض أثناء التدريب ل يعني تعرضه لحدوث كسور في العظام، فنبغي احنا كالسيوم يعني ممتاز أو مصادر كالسيوم ممتازة مثل موجودة في اللبن أو الزبادي أو الخضروات الورقية الخضراء مثل البروكلي، لازم ندخلها في وجبات الأساسية اللي هي وجبة الغداء أو العشاء أو الريوق عشان ما يتعرض لأي مشاكل أو حدوث كسور خلال التدريب. الحديد هذا مهم جدا لبناء الهيموجلوبين اللي يساعد أو كريات الدم الحمراء تكون قوية تنقل الأكسجين عبر الجسم كله، فالطفل يحتاج لهذا العنصر من الحديد، ويكون موجود في البروتينات خاصة اللي نقصد الغنية فيها مثل الدياي البيض أسماك التونة والسلمون، هاي موجودة فيها كمية حلوة. الفواكه المجففة فيها بعد حديد، الخضروات الورقية الخضراء، الحبوب الكاملة، هاي كلها موجودة طبعا في اللي هو مصدر للحديد. أيضا يحتاج البروتينات كأي طفل عادي، لكن يفضل أن تكون مصادرها جيدة مثل ما قلنا اللحوم البيضاء مثل الدياي والأسماك، البقوليات مثل الجوز، المكسرات. ايضا ما نفرط بس هنا في البروتين، لان في مشكله ان يوصلوا لنا اطفال او رياضيين يكثرون وايد من البروتين، واحنا نقول لهم لا تكثرون بكميات كبيره فوق المعدل الطبيعي عشان ما يصير عندهم جفاف في الجسم ونقص في الكالسيوم، لان هنا لما بيكون انا عندي ارتفاع في البروتين ينقص عندي الكالسيوم ويصير جفاف للجسم بشكل عام. طبعا ما ننسى الشيء المهم جدا اللي هو النشويات والطاقه اللي هي يحتاجها الطفل الرياضي، لأن الطاقة ناخذها من النشويات، وأنا أقصد النشويات اللي هم مصادر اللي هو الخبز، المعكرونة، الأرز، هاي كلها البقوليات، هاي كلها فيها نشويات يحتاجها الطفل أكيد في الوجبات الرئيسية.
نعم. ما ننسى بعد دور السوائل وهي مهمة جدا عشان ما يصير فقد للسوائل أو فقد لبعض العناصر والمعادن والأملاح خلال التدريب. كل ربع ساعة لعشرين دقيقة يحتاج الطفل سوائل خلال التدريب. نعم هذا نعم بالقائمة الأساسية. نعم أستاذة فاطمة، أيضا إحنا نعرف أن هناك في تربية الأطفال تحديات كبيرة ممكن تواجهنا، يعني مش كل العوائل أو مش كل الأهل قادرين أن يخلون عيالهم يتبعون نمط حياة صحي، وكيف يعني كيف ممكن منكم من وجهة نظركم كأخصائي تغذية كيف نقدر نخلي الطفل هذا يتبع نمط حياة صحي يبتعد عن الأكل الضار ولكن بطريقة يعني محبوبة ومرغوبة؟ صحيح، بالنسبة لنحافظ على هذا الطعام أول شيء لازم نسويه نركز عليه أنه لازم يكون بتناول اليد. هل هو متناول يده ولا لا؟ يعني أنا في حالات توصل أن الطفل فقير ما يخصه، يعني اللي يوفر الشيء الوالدين، إلا إذا كان في تشجيع للطفل أن يشاركهم في تحضير هاي المنتجات أو الأشياء الصحية. يعني دائما إحنا مثلا نقول فاكهة موجودة 24 ساعة موجودة في البيت بس ما يأكلها، طيب هي وين موجودة؟ في الثلاجة. لازم تكون في متناول اليد، لازم أنا أخذها وأحضرها للطفل، أقطع لي إياها، أنوع له بأنواع الفاكهة وتكون في متناول يده، وين ما يكون مثلا موجود في الصالة، موجود في أي غرفة معيشة، المهم تكون على الطاولة في متناول يد الطفل، أنا عارف طفلي وين ما يكون موجود، بيصير بيلعب ويرجع مرة ثانية عليها. الشيء الثاني أنا لازم دائما ما أقول هذا أكل سيء لا تأكله وهذا أكل جيد، لا لازم أحدد له أنا سيء ليش سيء، لأن أنا ممكن يسبب لي تلبكات معوية، مثلا أنا ما أشرب مشروبات غازية يعوص لي بطني، ممكن أنا مثلا يزيد وزني إذا عندي زيادة وزن، فأفهم الطفل هذا الشيء. الشيء الثاني أقول هذا الأكل جيد، مثل ما نقول مثلا أخذنا بروتين، طيب أنا ليش أخذ هذا اللحم أو البروتين أو السوشي؟ بقدر يقوي لي عضلاتي عشان أكبر بسرعة، أنت ما تبغى تكبر بسرعة؟ أنا كالسيوم أخذ الحليب وها عشان ما تستوي لك أي إصابة خلال التمرين، فهذا بعد يشجع الطفل أنه يفهم شو معنات أنا أخذ الكالسيوم او الحليب او اللبن. مثلا اقول افهمه ان لازم اخذ فواكه وخضروات، وما يحب الخضروات والفواكه لكن افهمه عشان يكون عندي بشره فيها مثلا مرونه، فيها بشره قوي يعني صحيه، يكون مثلا اذا كانت بنت يكون شعري حلو طويل ناعم، فهاي كلها تشجع الاطفال ان انا ابغى يكون في احسن صوره واحسن بنيه. ممكن انا تبعدني عن من الحين عندي انا مشاكل امراض منتشره، انت ما على لا تخاف، انت في طفل مريض عندك في الصف او طفل معك في التدريب مريض، لا تخاف دام كنت تاخذ براس فواكه مناعتك بتكون اقوى. فاهني يشجع الطفل انه ياكل اشياء صحيه مقابل شيء صحي لنفسه، ودائما نختار الطعام الصحي مع الطفل، ما يكون يعني فرض عليه او مثلا غصب لازم تاكل، ما في شيء غصب، لازم اقنعه عشان يسوي هذا الشيء. طيب دائما الاطفال اصلا دائما يحسون قدوتهم الوالدين بالدرجه الاولى. نعم. شو اللي يتوفره؟ اللي يوفره الوالدين. شو اللي يقدر يساعدكم الطفل؟ بس مساعده في انه يساعدكم في اختيار الاصناف الصحيه، تعوده على انه يختار هالاصناف الصحيه من خلال التسوق، من خلال مثلا تحضير الاشياء هاي كلها، هاي يعني الاشياء المهمه المفروض الوالدين يسوونها. نعم الأستاذة فاطمة، يعني يمكن أنا بشارككم أو بشارك الجميع بعض الملاحظات اللي أنا شفتها يعني خاصة في الفترة الأخيرة، أو يمكن حد من المتسوقات عطتني هالنصيحة بما أن هي كانت مع طفلها اللي يسمى بالبيكي اللي يعني ينتقي أكله، فهي تقول هي كيف طلعتها من البيكينس اللي موجود أو انتقائها للأكل، كانت تجيبه معاها للسوبر ماركت وتقول له أنت اختار شو اللي يعيبك، ويعني تعطيه المجال أنه يختار مثلا الفاكهة اللي يحبها، الشكل اللي يحبه، عقب تاخذه معاها البيت. فهذا يشجع الطفل أيضا أنه يكون حتى عنده يعني عرف كيف ينتقل الفاكهة أو الشيء، ومنه يتشجع أنه أوكي يلا بنرجع البيت وبنحضر الطبق مع الأهل. صحيح. حتى يعني لو لاحظتي الطفل بس ما ياخذ اسلوب النظر، ياخذ اسلوب حتى الاحساس، يمسك باصابع ايده، مجرد انه مسك باصابع ايده هنا يتقبل الفاكهه ويتقبل الخضروات بشكل افضل، مجرد انه حضر الوجبه مع الام بعد حبها، حتى كلام الام معها اذا اخذت هذا النوع من الفاكهه انا معناته بيصير عندي، هي عارفه نقطه ضعف ولدها انه يبغى يكبر بسرعه، يبغى يكون قوي،
يبي يكون شاطر في المدرسة. حتى يعني مشكلتنا احنا هنا في لاحظت في الدول العربية بشكل عام ان الوجبة الرئيسية عندنا بس الغداء، لكن المفروض تكون الوجبة الرئيسية والأهم والمهمة جدا الريوق، لازم تكون مستواها او الافطار يكون وجبة الافطار مهمة جدا عشان الطفل حتى يكون قدراته الذهنية في المدرسة تكون اقوى، وايضا وجبة العشاء عشان تقوي له بنية الجسمية، فما نركز بس على وجبة الغداء ونقول العشاء أي شيء خفيف، الريوق أي شيء خفيف، لأن غالب العيوني يقولون اللي يأكل أي شيء خفيف. طيب شو الشيء الخفيف؟ تلقين ضعيف جدا من المادة الغذائية المهمة اللي تغذي جسمه. نفس الشيء بالنسبة للعشاء، أي شيء خفيف عشان بيرقد الحين ماشي وقت، لا أنا ممكن أكل ولدي قبل الساعة 8 وجبة ممتازة بحيث أنه يستفيد منها خلال النوم، تعطيه طاقة خلال اليوم الثاني، يصحى الصبح إنه هو في نشاط ما يكون في تعب وخمول. نعم بالتأكيد. نعم. يعني نقدر نقول أستاذة فاطمة بأن التغذية مهمة في كل الوجبات، ولا مو يعني نركز بس على الغداء ولا بس على العشاء، نركز على كل الوجبات بتوازن ويعني وبقيمة غذائية عالية أيضا. يعني أنا أشكر لك أستاذة فاطمة، يعني ما يسعفنا الوقت للأسف أن لازم نختم فقرة التغذية لليوم، شكرا لك على هاي المعلومات القيمة وعلى المواضيع اللي تنتقونها في فقرة التغذية. حق واجب حبيبتي، شكرا، مع السلامة. شكرا لك. بناخذ فاصل قصير مستمعينا وبنرجع لكم بفقرة شيقة مع برنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائل النصية القصيرة 4006. وصلنا لآخر فقرة في هذا اليوم، بس فقرة خلينا نقول مهمة جدا. الأخت آمنة، فقرة شيقة جدا أن تتحدث عن دولة الإمارات وإنجازاتها. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول العالمية الرائدة على صعيد التبرع بالدم الطوعي، أي الذي يتم عن طيب خاطر من المتبرع وبدافع إنساني. ورسخ هذا الدافع مجموعة قيم نبيلة اللي يتسم فيها مجتمعنا الإماراتي، والتي أسهمت كثيرا من حفز الناس على الأقدام على عملية التبرع بالدم. وبناسبة اليوم العالمي الأخت آمنة، اليومنا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم اللي يوافق 14 يونيو من كل عام، يسعدنا اليوم أن يكون معانا متبرعين للدم يحدثونا عن كيف كانت مسيرتهم في تبرع بالدم، وشو قيم اللي هم ممكن تبعوها في التبرع بالدم وإلى آخره. ناخذ شو رأيك الأخت آمنة، ناخذ أول اتصال معانا اليوم من المتبرعين اللي معانا. نعم بالتأكيد، مثل ما ذكرتي دكتورة سارة، قيم نبيلة ينشرونها هؤلاء الأفراد من خلال تبرعهم بالدم. اليوم معانا عبر الهاتف بيكون الأستاذ محمد الغرير، أحد المتبرعين الدائمين لمركز دبي للتبرع بالدم. صباح الخير أخوي محمد. صباح النور والسرور. يا هلا فيك. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وسلامة. أولا يعني صادف اليوم هو يوم مثل ما يقولون يحتفل فيه العالم بالأشخاص المتبرعين بالدم، ونحن حبينا اليوم نستضيفك معانا لنشر قيمة وأهمية التبرع بالدم لدى الأفراد. وما شاء الله عليك أخوي محمد من المتبرعين الدائمين، ذكروا لي في مركز دبي للتبرع بالدم أنك متبرع ما شاء الله 32 مرة بالدم في المركز، فحبينا نعرف من وجهة نظرك أنت كمتبرع بالدم شو يعني لك التبرع بالدم؟ أول شيء الحمد لله أن الله قدرنا في صحتنا أن نتبرع بالدم، ونتبرع بشيء يعني ما له بديل للإنسان الآخر، للشخص الآخر. والحمد لله يعني بلادنا هذه قامت على يعني قيادتنا من الشيخ زايد الله يرحمه والشيخ راشد، أنا في أعمال الخير دائما سباقين.
وعمل الخير طبعا ما محوره ما بس مادي، تبرع بعد اذا لك صحه ولك قدره انك تتبرع بشيء اثمن من المال واللي هو الدم او الصفايح بعد، لانه نبغي ننوه بعد على انه ما بس تبرع بالدم فقط، في صفايح بعد الناس تحتاجها. فالحمد لله يعني هذا اللي الله قدرنا نعطيه ونعطيه ما دامنا نحن صحيحين وما لنا حاجة فيه اليوم، ولشخص يمكن يحتاجه. نعم أكيد محمد أكيد، ويمكن يكون حتى في أمس الحاجة له، مش فقط أنه نعم. هو محتاج. أنه أخوي محمد ذكرت موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الصفائح الدموية، يمكن الناس ما تعرف أنه في يعني أنواع من التبرع بالدم، ممكن شخص يروح يتجه يتبرع بالدم بشكل بسيط ويمكن ياخذ شوي وقت أكثر أثناء جلوسه في التبرع بالدم ويتبرع بصفائح دموية. يعني شو أهمية التبرع بالصفائح؟ نعطيكم معلومة بسيطة، يعني اللي يتبرع بالدم، الدم هذا يعني ثمين وغالي، بس بعد ممكن يتخزن في الثلاجة لمدة 40 يوم تقريبا. بس الصفائح الدم، صفائح الدم حساسة جدا وما تتم أكثر من 5 أيام، إذا ما استعملوها في خلال 5 أيام لازم يعقونها، ما يقدرون يودونها ويحطونها في براد ويحافظون عليها. والصفائح الدم هذه لها في حاجة فرضا في اللي عندهم بعيد الشر عنكم، والله يشفيهم إن شاء الله، فقر الدم والثلاسيميا، يعني اللي عندهم مرض الثلاسيميا، العمليات الجراحية، بعيد الشر عنكم وعن غيركم كلكم اللي يتعالجون من السرطان يحتاجونه، لأن هذا الصفائح هذه هي اللي توقف كان الدم في الجروح. هي هذه اللي تسوي الحاجز الواقي، يوم الواحد ينيرح عقب فترة الدم يوقف. صحيح. هاي الصفائح هي اللي تسوي هذا الشيء. وفي ناس عندهم يا فقر في الدم يا ضعف في هذا البعد هذا اللي في الجسم، أو لا قدر الله في حادث أو في علاج. فهذه مهمة جدا، مهمة جدا أن المتبرعين يكونوا موجودين باستمرار، لأن الصفائح هذه ما تبقى فترة طويلة. والدم بعد مهم، بس الدم بعد ممكن يتخزن لفترة أطول، يعني الواحد يوازن بين هالسنين. نعم أخوي محمد، طبعا يعني شكرا على الاستيضاح، بما أن في فرق نفس ما تحدث بالتبرع بالدم وأهميته وكيف تخزينه خلنا نقول والصفائح الدموية. فبس لو يعني ناخذك شوية لورا إذا ما عندك مانع، وتتحدثنا عن أول مرة تبرعت فيها بالدم، وشو كان الحافز اللي وراء أنك تبحث أنك تروح وتتبرع بالدم بطريقة طوعية؟ أنا كنت ما كان عندي علم في فصائل الدم، وصار موقف خاص واضطريت أن أتبرع بدم لشخص، بكون الفصيلة اللي عندي أنا، فصيلة اللي يسمونها الـ O نيجاتيف، هذه تعطي كل حد، يعني ممكن أي حد يأخذ من نفس من الفصيلة هذه، بس تأخذ من نفس الفصيلة. فصار موقف وصرت تعنيت لهذا الشخص، أثبت برع له بدم، وما شاء الله عليهم الفريق اللي في مستشفى لطيفة في قسم التبرع بالدم، ما شاء الله عليهم. بعد يعني الواحد بعد لازم يسأل ويتعلم شيء جديد كل يوم، جزاهم الله خير، يعني أعطوني معلومات كثيرة عن هذه الشغلة. ومن هذه السنة استمريت متى ما أنا أقدر أسير، أنا شفت فيها رقم واحد فائدة صحية لي أنا، لأن يصير تجديد في الدم، لأن هذا طبعا معلومة من المركز، مركز تبرع الدم أعطاني إياها، قال هذه بالنسبة لك أنت هذه زينة لك، يصير تجديد في الدم يقوي، لأن الدم يطلع من نخاع العظم، فهذا يصير تجديد من هالناحية. وفوق كل هذا يعني ممكن أنت تكون سبب في إنقاذ حياة شخص ثاني بغض النظر تعرفه ولا لا.
فهذا الحافز الأساسي. نعم هذا الحافز الأساسي وبدينا من هناك. طبعا يعني ما بالنيابة عني وعن جميع المستمعين نحن نشكرك على هذا الدافع، بما أنك أنت أيضا تفكر بأن في إنقاذ حياة ناس أخرى بتبرعك للدم، فطبعا يعني نحن نشكرك جزيل الشكر. فما أنك أنت تكلمت، هذا واجب علينا، هذا واجب علينا يا أختي، يعني لازم الواحد يوقف ويا الناس يعني ويا المجتمع، يعني المجتمع مو شخص ولا فرد، المجتمع متكامل إن شاء الله يعني. ما شاء الله. فنحن يعني دامنك تحدثنا عن الفريق اللي متواجد في هيئة الصحة، ممكن بس تصف لنا شعور كيف يعني يوم تروح هناك، شو الأجواء اللي يعني متوفرة، والأجواء التبرع كيف هي، ومثلا حتى الإجراءات كيف أنت تشوفها أو تنظر لها لما تقوم بعملية التبرع؟ والله الحمد لله يعني قيادتنا رشيد حطوا لنا المعايير المضبوط محلية ولا إقليمية، العالمية اليوم. يعني أعطيكم مثال، أنا أبدأ يعني رحلة التبرع مالي يوم بصير يوم يجي وقت إني باي بتبرع، برنامج هيئة الصحة موجود. نعم. أدخل على البرنامج، عندي أسئلة لازم أجاوبها أحضرها قبل أوصل المركز، أخلصها على التليفون مالي قبل أطلع من البيت. جميل. أوصل المركز، أنا في أسئلة لازم أجاوب عليها قبل أتوصل. نعم خوي محمد، في ناس يشوفون هالأسئلة يعني وحاطين لنا مدري كم سؤال وصعب علينا نجاوب عليه، ولكن أنت وضحت أن هالموضوع جدا سهل وعن طريق الهاتف ممكن الشخص يجاوب. نعم. على هالأسئلة صحيح؟ نعم هالأسئلة مهمة جدا وحساسة. ليش؟ لأن هذه الأسئلة بناء على الأجوبة، هل الشخص هذا بيعرف من البداية قبل يوصل المركز هل يقدر يتبرع ولا لا؟ صحيح. يعني أحيانا ما بزين أن توصل المركز وتجلس وتعبي وآخر شيء ما تتبرع، لأن لسبب معين كنت مسافر، ولا كنت ماخذ دواء ما يستوي تتبرع بعده، ولا أنت فيك، ولا الشخص هذا فيه مرض معين ما يسمح. يعني الراحة وسلاسة التعامل موجودة من البداية، يعني قبل أن تطلع من بيتك أنت عارف تقدر تتبرع ولا لا. بالتأكيد. فيعني جميل. هاي أول خدمة اللي ريحت لنا الموضوع هذا. نعم. حتى ما وصلنا المركز. بالضبط. يعني مجرد إجراءات على تطبيق هيئة الصحة بدبي، لو نوضح للمستمعين اللي هو DHA Application، تنزلون هذا التطبيق وتختارون خيار اللي هو بيكون خيار دمي تبرع. نعم. دمي وتبرع هناك، وفي أسئلة بالعربي وبالإنجليزي موجود، يعني أنا ما بشرط أن الواحد يتكلم عربي، يعني ممكن أي حد من الوافدين اللي ساكنين في البلاد هني ممكن يتبرع بعد، فحطوها سهلوها كثير على الناس. نعم. فقلت لي عقب ما تختار خيار دمي تتوجه أخوي محمد للمركز. نعم خلاص أنا تعبي تجاوب على الأسئلة ويعطونكم مثل اللي يسمونه QR كود، هذا بالإنجليزي يسمونه. نعم. وخلاص أنا يلا توكل على الله تبصير تبرع، توصل المركز في مواقف خاصة للمتبرعين. في مواقف خاصة للمتبرعين، يعني توقف تنزل المركز، شيء بسيط جدا، مركز مرتب نظيف، تصير تبدأ فحص بسيط قبل لا تبدأ، يأخذون عينة من الدم يفحصونها، ويعني في خلال ساعة تداخل وطالع. بالتأكيد. وبالتالي قمت بعملية، يعني نقدر نقول خلال هذه الساعة ممكن أنت تكون إذا تبرعت بالصفائح الدموية أنقذت حياة شخص في أمس الحاجة لها. نعم. أو حتى لو تبرعت بدمك وبقى هذا الدم ممكن ينقذ حياة العديد من الأشخاص. بالتأكيد. لأن الدم دائما في أي عملية جراحية، كانت عملية جراحية ولا كان لا قدر الله حادث ولا كانت حتى عملية ولادة، يعني نعم. الدم دائما موجود في هالغرف. أكيد. نعم. الدم موجود، وهذا دم متبرع موجود دائما في هالغرف في غرفة العمليات، دم وصفائح طبعا. أكيد. ما بس الدم. أكيد. بس فلازم ننوه للجمهور
أن صح يمكن الواحد يخاف شوية من الإبرة، الواحد يخاف من هذا، بس شوي شوي. والفريق اللي هناك موجودين ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن، يعني توفقوا بالفريق اللي موجود هناك ويساعدونك ويشرحوا لك. ممكن تكون خطوة أيضا أخوي محمد، يعني خطوة واحدة أنت بتتخذها اليوم، مثل ما أنت ذكرت صار لك موقف قبل سنين طويلة اضطريت أنك تروح وحبيت من نفسك أنك تتبرع بالدم، وشفت أن هذا الموضوع مش فقط فاد حد نفرض أن نقول من الأهل أو حد من المعارف، ولكن هذه عملية إنسانية مستمرة وطوعية أنت تقوم بها. والكثير أيضا ما شاء الله أيضا اليوم الوقت ما يسعفنا أن احنا ناخذ، كان معنا أيضا أخونا بعد بنفس الاسم اسمه محمد اليوم أيضا بناخذه معنا إن شاء الله باكر في البرنامج يحدثنا أيضا عن تجربته، لأن هاي تجربة نقدر نقول مثل ما ذكرت ساعة بتاخذها في يومك، يمكن حتى هذا مو بكل يوم أنت بتصير تسوي هاي العملية كلها. وساعة شو يعني ساعة؟ الواحد يقضي ساعة هاي في الشارع في الزحمة ولا ورايح الدوام ولا راد صحيح. فكلمة أخيرة منك أخوي محمد الغرير تقدمها للمستمعين الكرام فيما يخص التبرع بالدم، وكيف شفت أن هذه العملية الإنسانية أثرت عليك وفي حياتك؟ يعني الحمد لله على الصحة، ودائما نتمنى المستمعين ويكونوا دائما في صحة وعافية على اسم البرنامج مالكم. تسلم. زين، ونشجع الجمهور أن يتوجهون ويجربون لو مرة واحدة، لو يعني إذا أول مرة تأخذون شوية تشجعون وتصيرون وتجربون، إذا ما تقدرون تعطون الصفائح، لأن الصفائح كل أسبوعين ممكن الواحد يتبرع صفائح. نعم. تصيروا تبرعوا بالدم، لأن الدم كل 3 شهور تقريبا، يعني في السنة الشخص يتبرع 4 مرات، وهذه للشخص نفسه، لصحة الشخص نفسه، لأن يصير تجديد في الدم. نعم. لصحة، وإذا ما فكرت في نفسك فكر في غيرك، أنه ممكن في شخص يعد عليك يحتاج هذا الشيء. نعم. يوم من الأيام ولا قدر الله يعني إذا صار شيء أنت واحد من المتبرعين، أنت شخص تبرعت تنقذ حياة شخص ثاني، وهذا شخص ما بتعرفه ولا بيعرفك، بس فكر فيها من باب إنساني، كإنسانية كاملة ساعدنا نحن. هاي دولة خير وبلاد خير، والخير ما بس بيزات أن الواحد يحط فلوس ويبني مساجد ويحفرها كل زين، بس بعد تبرع بشيء مش مرتبط ماديا، تقدر تتبرع الدم هذا أو الصفائح هذه، وهذا شيء لا بديل له في أي مكان، يعني ما حد يقدر يبدل الدم أو الصفائح بأي شيء ثاني. نعم. نشجعكم يا جمهورنا العزيز أنكم لو عمركم ما فكرتوا في هذا الشغلة جربوا. نعم. أخونا محمد عيسى عبد الله الغرير نشكرك جزيل الشكر على أول شيء على أنك تكون واحد من المتبرعين الدائمين، وعلى تشجيعك اليوم في اليوم العالمي للتبرع بالدم الطوعي، ونشكرك جزيل. ما نعرف كيف نوصف في كلمات توصفك ب ب ب أنا أشكركم أنتوا بعد عطيتوا وقت ومكان لترويج عن النشاط المهم هذا، وهذا نشاط مهم جدا لازم بعد الناس تعرف عنه، ونحن مستعدين نشجع، نحن موجودين في الساحة مستعدين نشجع في هالأمور الخيرية الطيبة هذه. بالتأكيد أخوي، جزاكم الله خير أنتم في الإذاعة أنكم تبرزون هذا الشيء. شكرا جزيلا الأخ العزيز محمد عيسى عبد الله الغرير، ونشكر جميع اللي متواجد اللي يستمعونا اليوم وجميع المتبرعين الدائمين. الأخ آمنة، أو أتمنى اليوم عن طريق حديثنا مع الأخ محمد حفز بعض المستمعين أن يتجهون للتطبيق ويشوفون الأسئلة اللي موجودة في تطبيق DHA App
على البطن اللي مكتوب عليه دمي، حتى في شيء مثل إشاء أو علامة، آيكون، صحيح. علامة نقطة دم. نعم. فممكن يتوجهون على الآب أو حتى يتواصلون على أرقامنا 800-342 عشان يتعرفون أكثر عن عملية التبرع بالدم. نعم، شكرا لك أخوي محمد الغرير على كلماتك الطيبة وتشجيعك الطيب ومساهمتك اليوم معنا في برنامج صحة وسعادة. مشكورين على استضافتي. شكرا على وقتك أيضا، تسلم. يعني دكتورة سارة الدلال، كلمات الشكر يعني ما توفي الأشخاص والمتبرعين بالدم مثل أمثال طبعا أخونا محمد الغرير. وكذلك كان معانا اليوم أخونا محمد أنيس الخياط، أحد المتبرعين الدائمين لمركز دبي للتبرع بالدم، وما أسعفنا الوقت أن نحن ناخذ تجربته، ولكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة بنستضيفه معانا في برنامج صحة وسعادة. مثل هالأشخاص نفخر بهم في بلادنا، سواء كانوا مواطنين مقيمين، أي حد على هذه الأرض الطيبة يساهم ولو بجزء بسيط. أنا من خلال زيارتي لمركز دبي للتبرع بالدم شفت يعني شيء جميل، شفت جنسيات مختلفة، نعم. شفت أشخاص يتبرعون بالصفائح الدموية وهم يعني بإرادتهم، مثل ما قال الأخ محمد، الفلوس ممكن تتبرعين بها كل يوم، نعم. الصفائح الدموية لا تعوض، ولا يمكن يعني إذا ما توفرت ممكن تصير مشكلة، ممكن الشخص هذا يتوفى. ولكن نحن وبأمثال أبو محمد أنيس الخياط ومحمد الغرير، نحن بأمثال هالأشخاص المتبرعين الدائمين للدم نشوف أن مركز دبي للتبرع بالدم لا يعاني الحمد لله من أي نقص بسبب المتبرعين الدائمين اللي ما شاء الله عليهم. حتى دكتورة مي رؤوف رئيس مركز دبي للتبرع بالدم تقول أن مع هالأشخاص اللي وقفوا معاهم يد بيد حتى أثناء الجائحة ما صار عندهم ولله الحمد نقص في الدم. فنحن نقول شكرا للجنود المجهولين خلف مركز دبي للتبرع بالدم والمتبرعين الدائمين، ونتمنى أن نكون اليوم حثينا ولو شخص واحد أنه يقوم اليوم من مكانه ويتصل على 800-342 أو من خلال التطبيق ويقوم بالتبرع بالدم. نعم، جميل جدا. نحن نفس ما قالت الأخت آمنة، نفس ما نحن تحدثنا اليوم، عملية تبرع بالدم تساهم على إنقاذ أكثر من حياة. فتواصلوا معنا عن طريق الآب، سواء كان عن طريق الآب أو التطبيق الإلكتروني على DHA آب أو على 800-342 للتعرف أكثر عن عملية التبرع بالدم. بالتأكيد وصلنا لنهاية الحلقة لأختامنا. نعم طبعا، لا يسعفنا الوقت يعني الحديث أكثر عن التبرع بالدم والمتبرعين بالدم. نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن استماعكم لبرنامج صحة وسعادة، ونتمنى نكون قدمنا لكم المفيد الممتع في هذا البرنامج. والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة كانت معنا زميلتي ميرا، وفي الإخراج كان معنا مخرجنا المبدع دائما والقواسمة، وفي التقديم كنت معاكم آمنة آل علي، وشاركتني الحلقة الدكتورة سارة الدلال. شكرا لك دكتورة. العفو، وإن شاء الله إن شاء الله تكونوا معنا في حلقتنا باكر في حلقة مبدعة ومبتكرة إن شاء الله، عشان نغطي لكم فقرتكم أو برنامجكم الإذاعي الممتع، برنامج صحة وسعادة. ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.